المرأة العربية بانحياز رافعة صوتها ضد الامتياز. فلماذا يقف الرجل في طريقها؟ وما هي حجته؟ ولماذا يعجب الرجل بالمرأة القوية طالما هي ليست زوجته؟ ولماذا كلما طالبت المرأة بالتحرر حقوقا وفكرا ولباسا ازداد موقف الرجال غموضا والتباسا؟ وهل صحيح أن ما يقف بينها وبين المراكز العالية كم هائل من عقليات النساء البالية؟ رب قائل إن المرأة نالت حقوقها وأكثر، لا بل أن الأوان للرجال أن يطالبوا بأكثر. في عيد الأم أحب لقب إلى قلبها نثير وضع المرأة العربية جدلا بين أن ينصفها الرجال وبين أن تنصف نفسها. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيوفي الأعزاء في هذه الحلقة. أولا بالروائية الكويتية ليلى العثمان، أهلا بك سيدة ليلى. أيضا أرحب بالدكتور فاروق لطيف أستاذ الطب النفسي، أهلا بك. أهلا وسهلا. أيضا تنضم إلينا في الأستوديو فابيولا بدوية الصحفية والشاعرة، أهلا بك فابيولا. أهلا بك. وتنضم إلينا من الرياض الكاتبة والأكاديمية الدكتورة هاتون أجواد الفاسي، أهلا بك سيدة هاتون. أهلا وسهلا فيكم. إذن مشاهدينا كالعادة لاقتراحاتكم ومشاركاتكم يرجى مراسلتنا على العنوان الموضح على الشاشة، مثير للجدل @admedia.ae. نرحب بكل اقتراحاتكم سلبية كانت أم إيجابية. إذن أبدأ معك أولا فابيولا بدوي، يعني السؤال المطروح ونحن في القرن 21، ما الذي تريده المرأة بالتحديد؟ هل تريد التحرر أم الإنصاف؟ حقوقها. ما أعتقدش أن المرأة تريد التحرر، تريد أن تنصف ككائن بشري بصرف النظر على أنها تكون متساوية بالراجل من عدمه، هو خد حقوق أكتر هي أكتر، هي تريد حقوقها المشروعة، حقوقها في العمل، حقوقها في تقلد المناصب، حقوقها في الكتابة لو كانت إعلامية بحرية، حقوقها في التعبير عن نفسها في كل المجالات اللي هي بتخوضها، حقوقها جوه البيت كزوجة كأم ليها كيانها ليها احترامها، ترغب في أن تنال حقوقها ببساطة. ولكن لماذا ينظر سيدة ليلى العثمان على أنه هذه الحقوق أو المطالبة بهذه الحقوق هو تعدي واستيلاء على حقوق الرجل؟ هو النظرة هكذا، ولكن أنا أتصور أنه المرأة تريد الإنصاف وليس التحرر. التحرر يعني شيء آخر، تريد الحرية، تريد أن تشعر بأنها كائن مثلها مثل الرجل، لها حقوق وعليها واجبات. المرأة عندما تطالب بحقوقها ليس من أجلها فقط، من أجل الرجل أيضا، من أجل أبنائها وهم فيهم سيكونون من هم رجال في المستقبل. فأن تنصف المرأة ليس معناه أنها هي أو تطالب بهذا الحق لتنصف أنها تتعدى على حقوق الرجل، لأنه ما يعني الرجل ما أخذ حقوقه يعني، فمن حق المرأة الآن أنها تكون مثلها مثل الرجل. تقولين بأن الرجل أخذ حقوقه، ولكن حسب الدكتور لطيف الرجل أيضا أصبح يشتكي من يعني الاستيلاء على حقوقه من قبل المرأة، وضح لنا هذه الفكرة دكتور فاروق. لا أنا يعني قبل أن أتحدث في هذه الفكرة، مما سمعته الآن أجد أن المطالبة أن المرأة تريد حقوقها. ما هي حقوق المرأة؟ وهل حقوق المرأة مثل حقوق الرجل؟ هل في منظومة معينة المرأة تبحث فيها؟ ولا ما يحدث الآن هو عملية انتقامية واقتصاص مما كانت تعانيه المرأة في الثقافة السابقة؟ دي نقطة مهمة جدا لازم نضعها في الاعتبار، لأن أنا شايف جميع التوجهات الآن توجهات نتيجة إيه؟ أنا عاوز أبقى زي الراجل. هي امرأة وهو رجل الذي يحدد حقوق. ربما هي تريد هذه الـ ربما الامتيازات لأنه من حقها أن تصل، لأنها في النهاية تقوم بنفس ما يقوم به الرجل، تدرس وتعمل، تريد الإنصاف في هذه النقطة. لا أنا مش قصدي كده، أنا لي حقوق، حقوقي بطالبها، لا أنظر للآخر حتى تتطابق حقوقي مع حقوقه،
لأن كل منا له منظور خاص به يستولي على حقوقه. حضرتك دي ثقافة ومنظومة ثقافية، غيري المنظومة الثقافية وأوجدي وسيلة أساسية، أوجدي وسيلة أساسية لمنظور المرأة كيف تعيش بحرية وسعادة واهتمام. تتحدث وكأنه يا دكتور فاروق أنه حضور الرجل العربي بدأ يتراجع أمام تفوق المرأة، وكأنك أنت تتحدث من هذا المنطلق. أنا لا أنظر لرجل وامرأة، أنا أنظر لإنسان. والإنسان مخلوق معنوي، فكلما كان عنده من معاني سيتبوأ مكانه في المجتمع. وهناك نساء كثيرات الآن يتبوأن مناصب عالية وجيدة جدا، وهناك نساء لهم فكر، وهناك نساء تصرفاتهم وأفعالهم وتأثيرهم على المجتمع قد يكون أكثر من الرجال. نحن نبحث عن الارتقاء المعنوي والعقلي. أوجدي لي منظور لما تريد المرأة ويجب عليها أن تحققه. طيب ما الذي تريد؟ عفوا معلش يا دكتور، أنا أسفة سيدة فابيولا. حضرتك يعني بتطالب المرأة إن هي تشرح إيه هي حقها، منظومتها. كويس، حقوقك مش لازم تكون زي واضح الراجل. واضح انه حضرتك، انا من بدايه قلت انا شخصيا ما بطالبش بالمساواه بالراجل، لان قد اتفوق عليه ممكن. والحقيقه يعني برضه مش تتفوق عليه، قد تتفوقي انت بذاتك. بالظبط، يعني ليه أنا الحقيقه الحاجه الوحيده اللي بتفق فيها شويه مع حضرتك مع الجمعيه ان هي يعني اسمها المستضعفون على الارض. ايوه، وانا بتصور ونساء. طبعا يعني حال كل المواطنين في بلادنا اللي تادبا نقول عليها ناميه، حالهم كلهم مستضعفين على الأرض يعني، فمفيش مشكلة. بس حضرتك بتسأل على حقوق المرأة، لأن حضرتك في تصريح قايل أن هناك إجماع من الرجال على أن المرأة حصلت على أكثر من حقوقها، ودي معناها أن حضرتك تعرف تماما ما هي حقوق المرأة وما هي حدودها، وأنها تعدتها وحضرتك أقريت أنها تعدتها. مش مهم أني أنا أعرف إيه، المهم أن هي المرأة تعرف هي إيه حقوقها. لأن ما هو سائد الآن، لو طرحنا السؤال بالمقلوب حضرتك شايف هو المرأة ما هو سائد الآن؟ هو استعداء الثقافة والمجتمع ضد الرجل، وهذا خطأ. لا لا لا، ما أنا بقول لحضرتك سيدة ليلى، لأن الرجل هو الظالم، والرجل هو المعتدي، والرجل الذي يجب أن تسن قوانين لضبطه، واخد بال حضرتك، وحبسه وفعل به كذا وكذا. ولكن الرجل في كثير من الأحيان كان مسؤول عن هذه النظرة النمطية دكتور فاروق. المعلم الأساسي هو المرأة حضرتك، الذي يعلم في المنزل هي المرأة وليس الرجل. طب تسمحوا لي حتى يعني أعدل في توزيع الوقت. معنا الدكتورة هاتون من الرياض، يعني توصفين سيدة هاتون بأنك امرأة سعودية ثائرة، هل ثورتك هذه غيرت من نظرة الرجل في السعودية تجاه المرأة؟ أول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا صراحة يعني ما لا أتحمس كثيرا للقب ثائرة، لأنه ما أعتقد أنه تعبير دقيق للمواقف اللي أقفها. أنا مجرد امرأة تطالب بحقوقها بصوت عالي، لذلك تطلق علي، يعني وجد بعض الناس أنه يطلقوا علي هذا اللقب باعتبارهم أنه غير معتادين على أنه امرأة ممكن تطالب بحقوقها يمكن في مجتمعنا. فأول شيء أنا أتحفظ على هذا اللقب. من ناحية ثانية، أنا يعني أنا أشوف أنه ما في داعي، يعني أنا ما أفضل أني أدخل في حوار طويل مطول مع دكتور فاروق لطيف، لأني أشوف أنه القضية أصلا محسومة. مسألة أنه الرجل مستضعف أو الرجال مستضعفين أو أن المرأة أخذت أكثر من حقوقها، هذه مسألة يعني مردود عليها، وأنا أشوف أنها حتى مضحكة شوية. مجرد أن احنا ننظر إلى ننظر إلى المسألة إحصائيا، من هم الماسكين كل مقاليد السلطة في العالم؟ من هم اللي بيقودوا الحرب والسلام في العالم؟ مش السلام، الحرب. مين اللي ماسكين كل الوزارات؟ ايش نسبة البرلمانيين في البرلمانات؟ بالنسبة للسعودية فين المرأة في مراكز اتخاذ القرار؟ وهكذا. فيعني مسألة، فأعتقد كلام الدكتور لطيف يعني كله مردود عليه، وأنا أعتقد أنه أنا أتفق مع الأستاذة فابيولا. طيب هنا ألا تخشين من أن تتهمي دكتورة هاتون؟ هي حقوقها، هي الاعتراف بها دكتورة هاتون إنسان مكتمل الإنسانية. ألا تتهمين بأنك ربما تتهمين الرجل بأنه يقف عمدا في وجه المرأة بكلامك هذا؟
عقبة عقبة. يعني لا أكيد إنه الرجل سواء كان رجل أو مرأة في الطريق لأن يسلب بعض سلطاته لابد أن يقف موقف يعني المعارض. يعني هذه مسألة ما هي مرتبطة بجنس قدر ما هي مرتبطة بمراكز القوى التي لا يعني بصعوبة أن نفرط فيها. طيب تسمحوا لي فقط ضيوف لأنه أود أن أذهب بكم إلى أول تقرير في هذه الحلقة. حين شعر أن حقوقه تسلب وواجباته تزيد ثار وهتف أنا رجال. تقرير من لبنان. أنا رجال مسرحية أو إذا بدكن مونولوج كوميدي بيحكي عن قديش صعب الواحد يكون رجال بمجتمع شرقي، مع أنه كتير عالم تتفاجأ وقت قالهم أنه مسرحية هيدا موضوعها، لأنه عادة العالم معودة تحكي عن أنه المرأة والطالب بحقوق المرأة. أنا قررت أنه لازم حدا يوقف ويرجع يذكر العالم شو هو الرجال وكيف وصلنا لهون. يعني مين ركب هالتركيبة كلها سوا؟ هذا المجتمع كيف ركبها هذه التركيبة؟ ما كنت عم بفهم. يعني مشان هيك طلعت المسرحية. كمان لازم تاخدوا بعين الاعتبار انه نحن من زمان منقول نحن مجتمع ذكوري، هلأ بعدنا مجتمع ذكوري، بس مجتمع ذكوري كيف كنا عن مجتمع ذكوري كيف صرنا بتفرق، خصوصا انه وضع المرأة تغير خلال السنين. طيب وضع الرجال بعده هو ذاته؟ لا، في شي غلط هون. إذا أنت رجال مش لازم تبكي، لأنه عايزك. هلأ المرأة بتبكي، مش بس بتبكي، بتبوك وبتفحش أوقات. رجال مش لازم تبكي. أنا حكي بالمسرحية عن كذا شغلة، حكي عن أول شيء تركيبة المجتمع كيف صارت هيك ومين بلشها هيدي. من القصص اللي حكي عنهم أنه ليش الرجال ليش لازم يكون عنده بيت ليتجوز مثلا، ليش ما فيه يتجوز ويستأجر بيت هو إياها. يعني نحن في حقوق بدنا نتخلى عنها. أنا في حقوق. مستعدين تتخلوا عن هالحقوق؟ طبعا مستعدين نجلي. نحن عم نجلي. من بعض القصص كمان حكي عنها كيف الرجال بفكر، كيف المرأة بتفكر، لأنه بفوت على راس الرجال من جوا وبشوف كيف بفكر، وبفوت على راس المرأة من جوا وبشوف كيف بفكره. صدقوني كثير 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 بيختلف كيف كل واحد بفكر، يعني كل واحد بعالم. كثير منكم بيقولوا الرجال كذابين، انه اكيد كذابين، انا بدكم مضبوط رجال كذابين، انه النسوان اللي عندهم هيك، انه تعيس على قلبه من اول ما يخلق ليصير عمره 20 25 سنه بضل نازل فيه انه اسهل بشكل متواصل، وين رايح وين جاي. من بعد ما يتجوز لل 60 سنه بتجي مرته تنزل فيه أسئلة بشكل متواصل، وين رايح وين جاي. ومن بعد الستين بيجوا أولاده، بالأخص بناته، لأنه الشباب مش فاضيين، عم بيجاوبوا نسوانهم عليهم. فبيجوا بناته وبينزلوا فيه أسئلة بشكل متواصل، وين رايح وين جاي. ربنا خلق آدم قبل حواء، بس لا يعطي مجال لآدم إنه يحضر حاله نفسياً كل الأسئلة بدها تسأل إياهم حواء لما بتخلق. هيك شو؟ بده وقت ليصنع الأشهر. كمان بالمسرحية بناخد العبء المادي اللي بيجي على الرجال، والمرأة شو بتتحمل منه للعبء المادي. أنا ما بهمني إنه يكون رأس العيلة لوحدي، بدي المرأة تكون رأس معي. ليش ما بيكون عن جد في مساواة تامة؟ بما إنه هلا صرنا متطورين بمجتمع متطور، ليش عن جد ما بيصير انه المرأة بتشتغل والرجال بيشتغل واثنيناتهم بيساعدوا بعض؟ عم نحكي عن هول القصص بإطار كوميدي وبإطار معظم شوي.
ما شعرت بالاستياء لانه ما فكرت بالمسرحيه بهالطريقه انه عم تستفزني او انه بدي حصل حقوقي او عم بتهين المراه، لا بالعكس كانت المسرحيه عباره عن مسرحيه كوميدي يستعمل فيها انه المبالغه شوي كرمال يضحكنا اكثر، كرمال يحسسنا انه يمكن نحن كثير عم نطالب بحقوقنا وعم نحكي عن المراه وحقوقها، بس كمان الرجل انه بالمجتمع في له حقوق، المجتمع يمكن هو اللي ظالم الرجل وعم بحطه بهالصورة أنه قاهر المرأة وهو هيدا شيء غلط. قبل ما نحضر المسرحية تنقول منقرأ عنوان أنا رجال أنه كمرأة أنه استفز أنا أنه شو قصده يعني أنه شو بده، هل يا ترى عم يستعملها مسخرة مثلاً أنه حاجة طالبه بحقوقه ليكون إحنا عنا حقوق، أنه شوي الواحد بيقعد بفكر أنه قصده أنه يوقف معنا، قصده لا أنه يكون ضدنا يستفزنا شو، فشكر شايف. ما هو هيدا وقتها فيني انا اقول انا رجال بس ما اكون موجه للمراه ولا لا؟ رجال عمين ضروري الرجال يهتف من وقت للتاني انه انا رجال، هلا هيدا شيء ما ببرهن له انه هو موجود لانه شئنا ام ابينا هو موجود، مثل ما انه المراه موجوده شئنا ام ابينا المراه موجوده، فكمان مش بالضروره تهتف انه انا مراه، بس الرجال لازم يهتف اكيد، لازم يهتف لانه في امور صارت عم تقطع صارت مسيه، في قصص بيعملوها الرجال بيعملوها المراه، ليش المجتمع بده يتدخل بالتفاصيل كرمال يقول هيك بدها تعمل المراه وهيك بدها تعمل الرجال والا ببطلوا ماشيين مزبوط يعني بكونوا عم بزيحوا على الخط، ما هو الخط ممكن يتغير، ممكن نحن ننقيه، ممكن نحن نحطه، ممكن نحن نزيحه، ممكن نطعجه، مين قال الخط بده يكون جالس دائما؟ ما بدي افصل حالي عن حدا، بالعكس انا عم بقول انه انا بدي اعيش بهالمجتمع بس ما بدي المجتمع يقيمنا حسب ما هو بده. بدي حسن رأيي حسب كيف أنا بحس إنه لازم أقيم. القنين يعني العادي موجود من الآلاف السنين، يعني شو عدا ما بدا لهلا بدنا نسمع صوت إنه عطول في مثل ما قلت لك عطول في المرة الأولى يعني. أنا رجال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، بالعودة إلى ضيوفي وبالتأكيد لديهم تعليق على ما شاهدوا في مسرحية أنا رجال. نعم دكتورة ليلى، يعني إحنا تعودنا هذا الشرق العربي يخلق الرجل منذ الطفولة، التربية غير سليمة في بيوتنا العربية من الصغر، الولد ولد والبنت بنت، الولد له حقوق أكثر من البنت، تكلف البنت بخدمة أخوها إذا كان أكبر منها، روح أنت رجل البيت، انتبه لأختك، انتبه لكذا، أحياناً فيتسلط الرجل حتى بس لما يكبر وتكون عنده هذا الشعور من الطفولة بأنه هو متميز، هو صاحب الأمر والنهي، يصير يفرض رأيه على أمه على أخته، يعني دي يتصل للأم أحياناً ويفرض سلطته على أمه ويتدخل بشؤونها الخاصة. المرأة مش ضعيفة، المرأة قوية، ولكن المجتمع لا يعطيها المساواة، والدكتور يرفض يقول ليه هي عايزة تتساوى مع الرجل. طبعا لازم أنا تتساوى. لا أرفض، أنا أناقش. تناقش أنه يجب أن تعطى المرأة صلاحيات كما يعطى لا الرجل. لا يجب أن يكون لك تصور ولك هدف لتحققيه. الهدف في هدف. ما أنا بقول لحضرتك الهدف إيه؟ أن أنا أساوي بالرجل. ليه لا؟ لا ممكن قوي أن لا. الهدف بتاعك مش تساوي بالرجل، تبي أحسن من الرجل. أنا عايزة أكون ده اللي أنا وزير عاوز أنا عايزة أكون رئيسة الدولة زي الرجل الصحي في الأشياء. هي تقول لك تريد أن تكون رئيسة، وين المشكلة؟ ما تكون رئيسة حد ما في رئيسات كثيرة جدا في بلاد كثيرة جدا ولكن ليس في الدول العربية. ما هو يعني هناك حالتان فقط ربما تذكر يا دكتور. حضرتك أوريدي تصور تقل جسمانياً وعقلياً.